كتاب الصلاة. شرع المصنف بعد ذلك بالصلاة وأحكامها، وهو تجب على كل مسلم، الباب أو الكتاب الذي عقده المصنف هنا. نعم، تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. هذا بإجماع أهل العلم، لأن أركان الإسلام خمس في حديث ابن عمر وغيره، إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانها. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. نعم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فمن بلغ سبعا تصح صلاته. ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم، للحديث المتقدم. ومن تركها جحودا فقد ارتد، بإجماع أهل العلم، لأنها أحد المباني الدين التي تكون معلومة من الدين بالضرورة. وجرت عليه أحكام المرتدين. نعم، كاملة، أحكام المرتدين كاملة، من حيث أنه يقتل بعد الاستتابة، وحيث قتل بعد الاستتابة وحكم بذلك فإنه يأخذ حكم المرتدين من حيث الميراث وفرقة الأهل وغير ذلك. وأركان الصلاة 14، دليلها الاستقراء، ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهو الذي يسمى عندهم بالفرض، فإن الركن والفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. نعم، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. فالقيام في الفرض دون النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في النافلة. وأما الفرائض الواجبة وهي الخمس والجمعة فإنه يجب القيام فيها. وقوله على القادر، لأن العاجز يجوز له أن يصلي قاعدا. دليله حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقوله منتصبا، المراد بالانتصاب أي أن يكون قائما، بحيث إذا رفع قدميه سقط، لأن الذي إذا رفع قدميه لم يسقط فإنه لا يكون منتصبا. هذا القيد الأول في معنى الانتصاب. الأمر الثاني أن معنى الانتصاب أن يكون ظهره مستويا، وبناء على ذلك فلو كثر انحناؤه انحناء زائدا عن العادة، حتى إن الناظر له لا يسميه منتصبا، فإننا لا نسميه قائما، وحينئذ فلا يصح قيامه، لكن لا نسمي الانحناء ركوعا. انتبه، هذه مسألة مهمة. الانحناء وحده لا يسمى ركوعا، لا يسمى الفعل ركوعا إلا باجتماع أمرين: الانحناء مع وصول اليدين للركبتين، نص على ذلك ابن مفلح في حواشي الفروع في حواشي المحرر، قال: ولم يذكره أغلبهم، ونص أحمد عليه. فلا بد لكي نسمي الفعل ركوعا من اجتماع الأمرين. وبناء عليه، أن المرأة إذا انتصب لتكبيرة الإحرام أو قدرها، ثم انحنى لالتقاط شيء، ثم قام من غير قصد مثلا أو نسيانا، فلا نقول إنه قد أتى بالركوع فبطلت صلاته، بل نقول إنه قد ترك القيام ثم رجع إليه بعد ذلك. نعم. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. نعم، تقدم. ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على. نعم، لأن خفض الرأس لا يخرجه عن صفة المنتصب القائم. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. نعم، ومنه التروح، وسيأتينا إن شاء الله أن التروح سنة، لكن التروح والقيام على الرجلين ويعتمد على أحدهم، وأما رفع الرجل بالكلية فإنه مكروه. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر، لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. نعم، الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، وصيغتها الله أكبر، ولا يجزئ غيرها، فلا تجزئ بغير العربية ولو بمعناها، ولا يجزئ أن تقول الله أعظم أو أجل، بل لا بد أن تأتي بالصيغة كما هي. الأمر الثالث، لا يجزئ غيرها إذا قلبت الحروف، فلو قال امرء الله أكبر أو قال الله أكبر فإن صلاته باطلة، إذا كان قادرا على الإتيان بلغة بالحرف العربي والنطق الصحيح. إذن فقوله لا يجزئه غيرها يخرج ثلاثة أشياء: لا يجزئه غيرها بمخارج الحروف، لا يجزئه غيرها من الألفاظ كالله أعظم أو أجل، لا يجزئه غيرها أي بغير العربية. قال: يقولها قائما، هنا القيام غير القيام الذي هو الركن الأول، فإن القيام في الصلاة نوعان: قيام هو ركن، وقيام هو شرط لركن.
فأما القيام الذي يكون ركنا فهو القيام في الصلاة حيث قام المرء قبل الركوع أو بعده، وأما القيام الذي هو شرط للركن فهو القيام لتكبيرة الإحرام. وبناء عليه فمن كان قادرا على تكبيرة الإحرام قائما عاجزا عن القيام في سائر الصلاة فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس، فإن لم يفعل لم تنعقد صلاته بالكلية لأن شرط الركن لم يفعل. وتنعقد إن مد اللام لا طيب قال فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، لأن المتنفل يجوز له أن يكبر جالسا. وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر. نعم قال إن مد اللام فقال الله أكبر، إذ المد فيه الأصل أن يكون مدا لا يجاوز 4 حركات، فلو زاد عن ذلك فإنه يكون ممنوعا منه ولكن تنعقد لأنه لحن ولكنه ليس مبطلا ولكنه مكروه. وقد قال أحمد إنه يكره فيه، أترضى أن يقال لك يا محمد؟ قال لا إن مد همزة الأولى في الله وفي أكبر لأنه يكون استفهاما، فكأنه يقول الله أكبر أي هل الله أكبر، أو يقول الله أكبر، ففي الحالين يستفهم هل الله أكبر أم لا. قال أو قال أكبر بأن أشبع الفتحة ثم مدها فقال أكبر أو من غير مد فجعلها ألفا، لأن الأكبر جمع كبر، وقيل إن الكبر هو الطبل وقيل إنه الحيض وقيل إنه الشيطان. قال أو قال الله الأكبر لأنه زاد في الأذان كلاما وهو الألف واللام، والزيادة عندهم مغيرة للمعنى ولا تجوز. نعم. وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. نعم يقول والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الجهر بالألفاظ واجبة، وقد مر معنا أن التلفظ درجات، قلنا إن الأولى أن يحرك لسانه وشفتيه، والثانية أن يسمع نفسه، والثالثة أن يسمع من بجانبه، ثم الرابعة ثم الخامسة. المذهب عند المتأخرين أن الجهر بتكبيرة الإحرام وبالأركان والواجبات شرطها أن يسمع نفسه، والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن الواجب مطلق الكلام وهو أن يحرك لسانه وشفتيه، وأما إسماع نفسه فليس بلازم، ولكن المذهب لابد أن يسمع نفسه. نعم. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. نعم مرتبة أي مرتبة الآي، وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك طيب. لم تصح. قوله وفيها 11 تشديدة نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى من ظاهر الكلام أن التشديد في الفاتحة حروف وترك الحرف مبطل للقراءة، إذ الشدة حرف ساكن لا يكتب لكنه حرف يكون ساكنا فلا بد من الاتيان به، وترك التشديد أي تركه بالكلية وليس تخفيف التشديد، فقد ذكر القاضي أبو يعلى أن تخفيف التشديد لا يبطل الصلاة وإنما يكون مكروها. لما هذا؟ تجد بعض البادية إذا أرادوا أن يقرأوا في الفاتحة ربما خففوا التشديد ولم يتركوا التشديد وإنما خففوه فلم يبينوه تبينا واضحا، فهذا نقول إن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، نص على ذلك القاضي. وأما إخراج التشديد بصفته الصحيحة فلا شك أنه أكمل وأتم، وأما المبالغة في التشديد كما يفعل بعض الناس الحمد لله رب حتى تكاد أن تكون 3 أحرف فهذا أيضا منهي عنه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف فيه 11 تشديدة تدلنا على أن البسملة ليست من الفاتحة، إذ لو عددنا التشديدات 3 التي في البسملة لكان في البسملة في الفاتحة 14 تشديدة وليس كذلك، ولذا فإن البسملة ليست من الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فدل على أن البسملة ليست فاتحة ليست من الفاتحة. نعم. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. نعم قال فإن لم يعرف يحفظ المرء إلا آية واحدة
سواء من الفاتحة أو من غيرها فإنه يكررها بقدرها أي بقدر الفاتحة. ومن امتنع طبعا ومن لم يكن يعرف أي شيء من القرآن فإنه يسبح ويحمد ويهلل بمقدار قراءة الفاتحة. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. نعم، من لم يمكن أن يقرأ قائما فإنه يفتتح الصلاة قائما ثم يجلس لأجل القراءة، لأنه أتى ببعض ركن وهو القيام وأتى بالركن الثاني كاملا ولو كان جالسا، فيكون أتى بركن كامل وهو الفاتحة وبعض ركن وهو القيام. الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. نعم، هذا هو أقل الركوع، والمصنف أتى بالقيد الذي يهمله كثير من المتأخرين وهو مس الركبتين. فلا يسمى الفعل ركوعا إلا باجتماع أمرين، انحناء ومس. وقلت لكم أن الشيخ محمد بن مفلح قال إن كثيرا من المتأخرين يهملون قيد المس، والصواب أنه يجب المس، ليس مجرد الإمكان بل يجب المس. ويدل عليه حديث سعد في صحيح مسلم أنه قال أمرنا بوضع الأيدي على الركب. نعم. وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. نعم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب ظهره. الخامس الرفع منه، أي من الركوع، ولا يقصد غيره، ولا يقصد غيره بالرفع. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. نعم، فيجب عليه أن يرجع لهيئة الركوع ثم بعد ذلك يقوم، فالرفع في ذاته ركن مستقل. السادس الاعتدال قائما، ولذلك بعض أهل العلم مثل المصنف فرقوا بين الرفع وبين الاعتدال، وبعض أهل العلم جعل هذين الركنين ركنا واحدا، وسبب التفريق الذي ذكره المصنف أنه لو رفع فزعا. نعم، الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. هذه مسألة يعني سأذكر لكم كلام المصنف ثم سأذكر لكم نكتة. الاعتدال قائما أي من الركوع، بعد أن يرفع من الركوع يعتدل قائما، فالاعتدال هذا ركن. والسنة في هذا الركن يقول العلماء ألا يكون طويلا، إذ الأركان القصيرة في الصلاة ركنان، ركن الاعتدال من الركوع وركن الجلسة بين السجدتين. ولذلك يقولون إن الفقيه تعرف صلاته بأشياء، منها هذا وهو عدم تطويل الأركان القصيرة. فالركن القصير الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، فالفقيه لا يطيلهما وإنما يطيل غيرها من الأركان. ومن علامات معرفة صلاة الفقيه موضع التكبير وسيأتي، ومنه جزم التكبير والسلام، كما قال إبراهيم النخعي التكبير جزم، فالذي يمد التكبير في صلاته قالوا ليس من فقهه وإن كان ليس مبطلا. ولذلك يقولون تعرف صلاة الفقيه من غيره بأمور، وكل يعد أشياء، وقد ذكرت لكم خمسة أشياء قبل قليل. نعم، السابع السجود. نعم، قوله ولا تبطلوا إن طال أي وإن طال القيام، لأن أغلب أهل العلم أن الرفع من الركوع لا يشرع فيه التطويل، واختار الشيخ تقي الدين أنه يستحب تطويله بشرط أن يطيل الركوع طولا أكثر من الاعتدال. نعم، السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. نعم، يقول المصنف إن صفة الكمال هو التمكين للجبهة والأنف والكفين والركبتين من محل السجود. وأقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لأعضاء السجود. طيب، كيف يكون التمكين لها؟ نبدأ بالجبهة، الجبهة والأنف واضح تمكين فيهما، أما الكفان فيجعل الكفين كاملتين على الأرض، وأن تكون الأصابع ممدودة متجهة إلى القبلة، مضمومة الأصابع محاذا بهما المنكبين كما في حديث ابن عمر، فكما يكبر المرء فإنه يضع يديه في الصلاة، هذه هو صفة الكمال في اليدين. وأما القدمين فالسنة فيهما أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، وأن يجعله رجليه منصوبتين أي واقفتين، وأن يفرج بين القدمين ولا يلصقهما، وقد جاء فيه حديث عند الحاكم وهو تفريج القدمين حال السجود. وأما أقل السجود فهو اجتماع وصفين، الوصف الأول وضع جزء من الأعظم السبعة على الأرض، لحديث ابن عباس أمرنا بالسجود على الأعظم السبعة. والشرط الثاني
أن يكون السجود على هيئة السجود، أي على هيئته، أي على هيئة السجود. وهيئة السجود هي، وهيئة السجود هي أن يكون أسفل الظهر أعلى من الرأس، إذ من نام على بطنه وكانت أعضاء السجود على الأرض ليس بساجد، بل لا بد أن يكون على هيئة السجود المعروفة. نعم. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. نعم. يقول ويعتبر المقر لأعضاء السجود، أي لا بد أن يكون قد اعتمد على أرضه، على جبهته ويده وأنفه ويديه. وهذا معنى قوله ويعتبر المقر، أي كونها مستقرة على موضع السجود أي مسجده. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، فإن مجرد المماسة لهذا القطن أو لهذا الإسفنج إذا لم ينكبس فإنه لا تصح الصلاة به، وأما إذا انكبس فيصح. وبعض الناس يسأل أن هذا السجاد الذي يكون من إسفنج نقول تصح الصلاة عليه، لأنه ينكبس بالسجود فيكون قد مكن من جبهته ويديه على الأرض. نعم. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. هذه مسألة مباشرة أعضاء الساجد، أعضاء المصلي على الأرض، القدمان والركبتان يجوز سترهما باتفاق أهل العلم من غير كراهة. أما الركبتان فهو السنة أن تكونا مستورتين، وأما القدمان فلأنه يجوز لبس الخفين. بقي عندنا اليدان والوجه. العلماء يقولون الأفضل أن تكون اليدان مباشرتان، أن تكون اليدان مباشرتين للمصلى، وكذا الوجه. وهذا معنى قوله ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، فهو جائز، السنة أن تكون مكشوفة، ويجوز له أن يجعل بين يديه وبين وجهه شيئا، ولكن لا يجعله من غير عذر فإنه مكروه. ودليل ذلك أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة، فهو سجد على كور عمامته ولم يسجد على جبهته. كور العمامة مثل أن يجعل عمامته أو طاقيته على جبهته هكذا فيسجد عليها، فحينئذ يجوز. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. نعم. يقول ومن عجز عن جبهته لم يلزمه، أي لم يلزمه السجود بغيرها، فلا يلزمه أن يضع أنفه ولا يلزمه أن يضع يديه على الأرض. بعض الناس يكون عاجز عن وضع وجهه على الأرض، فماذا يفعل؟ يجعل يديه على الأرض كما نراه كثيرا. نقول ليس بلازم، لأن القاعدة عندنا أنه إذا سقطت الصفة سقطت جميع أجزائها، أما وقد سقط صفة الجبهة فإنها قد سقطت هيئة السجود، فإنه لا يستطيع أن يكون على الهيئة المعروفة، فحينئذ سقطت كلها فيصلي كما شاء. ولذلك قال ويومئ ما يمكنه، أي ما يمكنه الإيماء به. وقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه أنه مرض عند البيهقي، وفي سناده ما قال لكن الحديث معناه صحيح، أنه مرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد جابر أن يصلي فجعل وسادة ليسجد عليها، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فأبعد به الوسادة ثم قال أومئ، أي أومئ بسجودك. نعم. الثامن الرفع من السجود. نعم. التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى. نعم. هذه مثل السابقة، هناك تكلم عن الرفع من الركوع وهنا الرفع من السجود. فلو رفع من السجود فزعا لم يصح حتى يرفع بقصد الركن الذي بعدها. وأما الجلوس بين السجدتين فهو ركن، لأنه مما لا يتحقق الركن الذي بعده إلا به، فلا بد من الجلوس ليفصل بين السجدتين. قوله وكيف جلس كفى، أي مجزئ، وإلا السنة أن يكون جالسا مفترشا. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. نعم. صفة الكمال أن يجعل رجله اليسرى مفترشا لها، أي جعلها بطريق أفقي ويجلس على رجل اليسرى، وأما رجل اليمنى فيجعلها منصوبة أي واقفة رأسية وأطراف أصابعها إلى القبلة. هذه هي السنة. العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. نعم. الطمأنينة ركن، الأدلة متواترة على ركنيته تواترا معنويا. قال والطمأنينة هي السكون بمعنى أن يعود كل عضو إلى مكانه وإن قل، أي وإن لم يذكر فيه ذكرا فإنه سمى طمأنينة. قال في كل ركن فعلي،
إذ الطمأنينة متعلقة بالأركان الفعلية دون الأركان القولية. الحادي عشر التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور. نعم هذه مسألة مهمة. يقول المصنف إن التشهد الأخير ركن والتشهد الأخير يكون بالإتيان بأمرين التحيات وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالصلاة كما بدأ المصنف قال وهو أن يقول اللهم صل على محمد. أتى المصنف بأقل صفة يعني تجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو أن يقول اللهم صل على محمد، ولا بد في الصلاة على النبي في الصلاة لكي تصح أن يكون اسمه مظهرا، لا بد من إظهار اسمه. فلو قال اللهم صل عليه لم يصح، لو قال اللهم صل على النبي لم يصح، لا بد من إظهار اسمه في الصلاة. طيب في خطبة الجمعة هل يلزم إظهار اسمه أم لا؟ الشافعي يقول نعم، فقهاؤنا لم يذكروا شيئا وذكر الخلوتي أنه لم يقف على كلام قال وهي محتملة. ذكر بعض المتأخرين وهو حفيد صاحب المنتهى أن قولنا يكون شبيها بقول الشافعية فيجب إظهار اسمه عليه الصلاة والسلام في الخطبة، وليس ذلك صحيح، بل قواعد المذهب أن الذكر في الصلاة توقيفي فلا يجوز الزيادة فيه ولا النقص، بينما الذكر في الخطبة ليس توقيفيا وإنما يقصد فيه المعنى. ولذلك قرر الشيخ تقي الدين أن الواجب في الخطبة الشهادة لا الصلاة، ولذلك فالواجب في الصلاة والواجب في الخطبة الصلاة على النبي أظهر اسمه أو أضمر، كمن يقول قال النبي قال وقد قال صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك. فمجرد الصلاة من غير إظهار اسمه مجزئ في خطبة الجمعة، هذا هو تحقيق المذهب، وإنما يجب إظهاره فقط في الصلاة التي تكون في التشهد الأخير. طيب صفة الكمال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول كله يجوز كل ما ورد به النص، والقاعدة عندنا وهي قاعدة علماء الحديث أن اختلاف التنوع كله جائز، وأصح وأفضله أصحه إسنادا، وأصح ما ورد إسنادا أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي صفة الكمال عندهم. والتحيات لها صفتان كذلك، صفة الإجزاء الذي ورد اتفقت عليه النصوص، وصفة الكمال كل ما ورد من حديث كعب وغيره. وأصح ما جاء في صفة الكمال أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما صفة الإجزاء في التحيات فنظرنا لما اتفقت عليه جميع الألفاظ وهو الذي ذكره المصنف أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات ليست واجبة وإنما هي سنة. سلام عليك الكمال أن يقول السلام عليك، لكن جاءت في بعض الألفاظ سلام عليك، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله بركاته وردت في بعض الألفاظ دون بعضها، سلام علينا في بعض الألفاظ وهي الكمال أن يقول السلام علينا، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وصفة الكمال يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال والكامل المشهور هو الذي ذكرت لكم قبل قليل. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. نعم واضح. الثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولى أن لا يزيد وبركاته. نعم التسليمتان ركنان، وظاهر كلام المصنف في الفريضة والنافلة، والمتأخرون مختلفون أي التسليمتين تكون ركنا وهل الثانية ليست بركن واجبة أم ليست بواجبة، ولكن الذي مشى على المصنف وهو الأظهر أن كلا التسليمتين ركن في الصلاة. قال وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله والأولى والأفضل أن لا يزيد لفظة وبركاته، لأن زيادة وبركاته وردت في بعض نسخ سنن أبي داود، وقد جزم جماعة من أهل العلم أن زيادة وبركاته منكرة فتركها هو الأولى.
ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. نعم، النفل يكفي فيه واحدة، لأن كثيرا من المتأخرين يرون أن النفل إنما الركن فيه تسليمة واحدة والثانية ليست ركنا، وقد قلت لكم الخلاف عند المتأخرين فيه كثير والمصنف مشى على ذلك. والجنازة تكفي فيه واحدة والثانية ليست سنة، إذن ففي النافلة ففي صلاة النافلة الأولى ركن والثانية مشروعة، وأما في صلاة الجنازة وسيأتي إن شاء الله فالثانية ليست مشروعة. وقد قال عبد الله بن مبارك إن من سلم تسليمتين فهو جاهل، لأنه لم ينقل ذلك. إذن فتسليمة الجنازة إنما هي واحدة، لكن لو سلم ثانية يجوز ذلك، لكنها ليست سنة إذ لم يقل بها من الأربعة إلا الشافعي. نعم. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. نعم، مسألة الترتيب بين الأركان هو عدم تقديم ركن على ركن آخر حسب ما تقدم في الصفة. فلو سجد قبل الركوع عمدا بطلت، أي بطلت صلاته لأجل العمدية، وإن سجد قبل ركوعه سهوا لزمه الرجوع، أي الرجوع للقيام ليركع، لأن الهول للركوع من توابع الركوع فيلزم أن يقصده من حال القيام. قال ليركع ثم يسجد. نعم، فيتدارك. فصل، وواجباتها ثمانية. تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. نعم، هذه هي الواجبات، وسيأتي الدليل على أن كل واحد من التالي واجب، وأغلب الأدلة فيه متعلقة بسجود السهو. التكبير لغير الإحرام. نعم، التكبيرات لغير الإحرام وهي تكبيرات الانتقال وهي واجبة، والدليل على وجوبها وأنها ليست ركنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها مرة كما في حديث المغيرة وغيره، وقام من الثانية إلى الثالثة من غير جلوس ولا تكبير له، وجبره بسجود السهو، فدل على أنه واجب. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. نعم، يقول الشيخ إن المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن، وتدخل فيها تكبيرة الانتقال، لأنهما تكبيرتان من جنس واحد وفي وقت واحد، لأنه مسبوق فلا يجب عليه أن يكبر تكبيرتين، وإنما يكبر التكبيرة الثانية مراعاة لخلاف مالك، إذ مالك يرى أنها واجبة، وقد عللوا صراحة بأنها مراعاة لخلاف من أوجب التكبيرة الثانية، وهذا معنى قوله إن التكبيرة الثانية سنة. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم. نعم، قول المصنف وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد فإنه يكون واجبا. لماذا يكون واجبا؟ لأنه بدل عن واجب، إذ الواجب تكبيرة الانتقال، وعند الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول الله أكبر، فتكون بدلا عنها فتكون واجبة. المأموم لا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يسمع وإنما يحمد فقط. وقول ربنا ولك الحمد للكل، أي أن قول ربنا ولك الحمد واجب على الكل، على الإمام والمنفرد والمأموم، لكن الفرق أن المأموم يقوله بين الركنين، والإمام والمنفرد يقوله إذا استتم قائما، لأنه بين الركنين، أو لأنه أي الإمام، ولأن المنفرد يقول بين الركنين سمع الله لمن حمده. طبعا قول ربنا ولك الحمد ورد فيه أربع صيغ، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة، أفضلها الصيغة التي أوردها المصنف لأنها أصحها إسنادا. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. نعم، لقول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم لما نزلت. وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. نعم، لما نزلت في أول سورة الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ورب اغفر لي بين السجدتين. نعم، لحديث حذيفة. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. نعم، والتشهد الأول واجب إلا من كان مأموما فقام إمامه فيلزمه متابعته. وسننها أقوال لحديث المغيرة. نعم، وسننها أقوال وأفعال. نعم، وهي كثيرة جدا سيأتيها. ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. نعم، لا تبطل ولا يجب لها سجود سهو، بل ولا يستحب. ويباح السجود لسهو، وإنما يستحب وإنما يباح. والحقيقة أن قول المصنف ويباح السجود لسهوه فيه تفصيل، وإنما يباح لسهوه إذا كان مما اعتاد على فعله من السنن، كالجهر بالقراءة والجهر بالتكبير، لا مطلق السنن، وهذا هو تحقيق المسألة فيما يسجد له من السنن.
نعم. فسنن الأقوال 11. نعم. قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، هذه هي السنة الأولى، وهو دعاء الاستفتاح، وهو سنة. وذكر المصنف هذا الدعاء وقد ورد غيره، أوصلها ابن القيم إلى 7 في زاد المعاد. لما ذكر هذا الدعاء؟ لأن علماءنا يقولون إن أفضل صيغ دعاء الاستفتاح للفريضة هذه الصيغة، لأنها جاءت من حديث أبي هريرة وعائشة، وقد أمر به عمر في الأمصار. وأما في النافلة فتستوي جميع أدعية الاستفتاح، أما الفريضة فهذا أفضل صيغ الاستفتاح فيها. والتعوذ والبسملة، التعوذ بأي صيغة من صيغ التعوذ. والبسملة، وصيغ التعوذ تؤخذ من كتب علم القراءات، فتعوذ ابن كثير غير تعوذ فلان وغيره من القراء. نعم. والبسملة، نعم، والبسملة سنة في الفاتحة وغيرها، وليست آية من الفاتحة. وقول آمين، نعم، وقول آمين للمأموم والإمام. وقراءة السورة بعد الفاتحة كذلك. والجهر بالقراءة للإمام هي سنة، ويكره للمأموم، ويكره للمأموم الجهر، ويخير المنفرد باعتبار الأصلح له ولمن بجانبه. وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. عندك السماوات ولا السماء؟ عفوا، نعم، أحسن الله. نعم، سأذكر لماذا. قال: ويقول غير المأموم بعد التحميد، أي بعد قول ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الدعاء على المشهور عند المتأخرين إنما يقوله الإمام ويقوله المنفرد فقط، وأما المأموم فلا يقوله. ما هو دليلكم؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فظاهره ألا تزيد عليه. وذهب أبو الخطاب والشيخ تقي الدين في رسالة مفردة له أنه يستحب حتى للمأموم أن يقول هذا الدعاء، وهو الذي يفتى به عند مشايخنا. فالمقصود أن هذا الدعاء عندهم خصه للإمام، وبناء عليه فهذا يكون من الأمور 10 التي يتحملها الإمام عن المأموم هذا الدعاء. هذا الدعاء ورد بصيغتين: ملء السماء وملء السماوات، والذي في الصحيحين ملء السماوات وهو الذي في المسند، ولكن أخذوا ما جاء في رواية عبد الله عن أحمد ملء السماء، وهي موجودة عند بعض أهل السنن. نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود فإنه يكون سنة. ورب اغفر لي، يعني يزيد عن مرة إلى 3 وأكمله 10. ورب اغفر لي، والصلاة في التشهد الأخير. طبعا الزيادة على رب اغفر لي، وهي ربي اجبرني وعافني، عندهم هذا مباح وليس سنة. قال: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أننا ذكرنا في الصلاة الإبراهيمية أن الواجب أن يقول: اللهم صلي على محمد. فإن قلت: اللهم صلي على محمد وآله، فزيادة على آله سنة وليست واجبة. والمراد بآله عليه الصلاة والسلام على المعتمد مذهب أحمد جميع المؤمنين، وهو مذهب مالك، لما روى تمام الرازي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من آلك؟ قال: كل تقي. وذهب الشيخ تقي الدين أن المراد بالآل في الدعاء هم قرابته عليه الصلاة والسلام، نعم، وفاقا للشافعي. والبركة عليه وعليهم، نعم، والبركة اللي هي الزيادة بعد اللهم صلي على محمد، اللهم بارك على محمد. والدعاء بعده، والدعاء بعده، وأفضل الدعاء اللهم لاستعاذة الأربع: اللهم أن يعوذك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وهو آكدها، لما ثبت في مسلم أن طاووس كان يأمر ابنه أن يقولها، فإذا تركها أمره بإعادة الصلاة. ثم ما ورد ومنه حديث أبي بكر الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أو ما جاء في القرآن مثل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أو ما جاء من جوامع الكلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتخير من الدعاء ما شاء. لكنه ممنوع أن يدعو بملاذ الدنيا، لا يدعو بملاذ الدنيا، نعم، المحضة. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات، نعم، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند، نعم، الركوع. نبدأ بالأول، قال: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. الرفع السنة عند العلماء له صفة واحدة، انظروا معي، صفته ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وجاء في حديث مالك بن حويرث أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. حملهما الفقهاء على صفة واحدة وليس من باب اختلاف التنوع، فقالوا: السنة أن يحاذي بوسط كفيه منكبيه هكذا، فيقول: الله أكبر. من نظر إلى المكبر وهو يكبر بهذه الهيئة ربما يصف أعلى الأصابع فيقول: حاذى بأطراف أصابعه أذنيه، لأنها قريبة منها.
وعندهم يجوز أن يرفع قليلا أو ينقص قليلا للحاجة كضيق جبة ونحوها. إذن هذه هي صفة الكمال، أن يحاذي بالوسط، بوسط الكف منكبيه، وأن تكون أصابعه مضمومة، مضمومة الأصابع يعني غير مفرقة، وهذا معنى منشورة، إذ المنشور من ألفاظ الأضداد، وأن تكون منشورة غير مقبوضة، هكذا يقول الله أكبر. هذه الصفة تفيدنا فائدة أخرى، أنها هي الصفة المسنونة لوضع اليدين في السجود، فتكون الأصابع ممدودة مضمومة محاذا بها المنكبين في السجود. إذن هذا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وهو آكد مواضع رفع اليدين. وعند الركوع وعند الرفع منه، هذان موضعان جاء من حديث أبي حميد بن عمر، فيستحب عند الهوي للركوع أن ترفع يديك مع التكبير، وأن ترفع يديك عند الرفع من الركوع. وهنا مسألتان: ما هو موضع تكبيرة الإحرام، عفوا، ما هو موضع تكبيرة الانتقال، وما هو موضع رفع اليدين عند تكبيرة الانتقال؟ أعيد، عندي مسألتان سأذكرهما الآن. المسألة الأولى: ما هو موضع تكبيرة الانتقال، متى تقول الله أكبر؟ الثانية: ما هو موضع رفع اليدين عند تكبيرة الانتقال؟ نبدأ بالأول. موضع تكبيرة الانتقال الذي هو واجب، قالوا محلها بين الركنين، فعندما تهوي للركوع أو إلى السجود بينهما تقول الله أكبر، والسنة جزم من غير مد. والناس في ذلك أربعة أشخاص: فرجل يأتي بتكبيرة الانتقال كاملة من أولها إلى آخرها، من ألف لفظ الجلالة إلى الراء من أكبر بين الركنين، فهذا رجل أتى بالسنة وهو الفقيه. ألم أقل لكم قبل قليل صلاة الفقيه تعرف بأمور منها موضع تكبيرة الإحرام. الحالة الثانية: أن يأتي بأول تكبيرة الانتقال في محله وآخرها بعده، فيقول الله أكبر، فيأتي بالراء وبعض الباء وربما الكاف عندما يسجد أو عندما يركع، فنقول أيضا تصح للمشقة عندهم، للمشقة لا يستطيع الشخص أن يضبط ذلك ضبطا دقيقا. الحالة الثالثة: أن يأتي بتكبيرة الانتقال كاملة من أولها إلى آخرها قبل المحل أو بعده، مثل ما يفعل بعض الأئمة لأجل اللاقط، قبل أن يركع يقول الله أكبر ثم يركع، يقول صلاته باطلة إن كان عالما، وإن كان جاهلا وجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة فكأنه لم يكبر. إذن يجب أن يأتي بها في محلها، وهذا لم يأتي بها في محلها. مثله من أتى بها كاملا بعد المحل، يفعله كثير من الأمة عندما يقوم من سجوده أو من ركوعه، فينتظر حتى يقف ثم يعدل طبعا شماغه ثم يقرب فمه من اللاقط ويقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، فتأتيه أنت وقد عرفت الحكم فتقول له يا أخي صلاتك باطلة إن كنت عالما الحكم، ويعذر فيه بالجهل، إذ الواجبات يعذر بالجهل فيها لا الأركان. إذن واضح المسألة؟ واضح. هذا خطأ. الحالة الرابعة: إذا ابتدأ التكبير قبل محله وختمه في محله، قبل أن يسجد وهو واقف قال الله أكبر في الطريق، فالمشهور من كلام المتأخرين صلاته باطلة، والذي ذكره ابن رجب فيما يفهم من كلامه أنها ملحقة بالصورة الثانية للمشقة فيه. إذن المقصود أن محل تكبيرة الانتقال مهم جدا أن تعرف حكمها، لأنه يترتب عليها حكم مهم. المسألة الثانية التي نريدها: رفع اليدين بتكبيرة الانتقال حيث شرع، فمتى يكون؟ نقول له ثلاثة أحوال: صفة الكمال أن يكبر، أن يرفع يديه بالتكبير مع التكبير. متى يكون التكبير؟ بين الركنين، فيكون رفعه لليدين متى؟ بين الركنين، هذا هو الكمال نص عليه. يجوز أن يكون الرفع قبل المحل، ويجوز أن يكون الرفع بعده، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع ثم كبر، وثبت عنه أنه كبر ثم رفع، فدل ذلك على أنه يجوز
أن يتقدم رفع اليدين على التكبير لأنها سنة ويجوز أن تتأخر عنه، ولكن الكمال عندهم أن يكون معه. واضح المسألة؟ طيب، يقول رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وهو أكدها، وعند الركوع أي عند الهوي الركوع، وذلك عبر بعند أي بين الركنين، وعند الرفع منه. والمشهور عند المتأخرين أن رفع اليدين في الصلاة له ثلاثة مواضع فقط. والرواية الثانية ذكرها في الإقناع واختار الشيخ تقي الدين وألف فيها ابن القيم رسالة أن المواضع أربع، والموضع الرابع ما هو؟ عندما يرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. لماذا قال المتأخرون أن المواضع ثلاث؟ لأن الإمام أحمد كان يضعف الزيادة هذه الرابعة، وقد رد ابن القيم وقال إن أحمد علم طريقا وفاتت عليه طرق في رسالة له مفردة في رفع اليدين بالتكبير، وفوق كل ذي علم عليم. وطريقة الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظن بغيرهم كذلك أنه إذا صح الحديث فإنه يكون مذهبه، وهذا الذي بنى عليه جمع من المحققين ومنهم الشيخ موسى في الإقناع فيما يظهر من صياغته الكلام أنه يرى أن التكبيرات أربع. نعم. وحطهما عقب ذلك. نعم، حطهما عقب ذلك هذه سنة يذكرها الفقهاء قد يغفل عنها بعض الناس. العلماء يقولون إذا كبرت في تكبيرة الإحرام ثم ورفعت يديك بالتكبير فالسنة أن تحطهما ثم بعد ذلك تقبض بعد الحط، فيكون الفعل كاملا للتكبير ويكون الفعل للقبض كاملا ابتداء وانتهاء، فتقول الله أكبر ثم تقبض يدك بعد تكبيرة الإحرام. طيب، بعد الرفع من الركوع عندما ترفع من الركوع فإنك ترفع يديك فتقول الله أكبر ثم تحطهما، وهل يجوز لك قبضهما أم يجوز لك السدل؟ نقول يجوز لك الوجهان، وذلك نص أحمد في رواية عبد الله أن موضع اليدين بعد الرفع من الركوع يجوز فيه الوجهان، كلاهما جائز عندنا. وبعض أهل العلم من المحققين يقول إن الأفضل هو القبض لعموم النهي عن السدل في حديث أبي هريرة عند أبي داود، ولحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض يده اليسرى بيده اليمنى حال القيام، فيشمل ما قبل الركوع وما بعده. نعم. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما. نعم، وضع اليمين على الشمال له صفتان، وضع اليد على الكف على الكف أو قبض الرسغ به يعني قبض الكوع، وبعض الطلبة يقرأ في كتب الفقه قبض الكوع وترهم كثيرا في الحرم يعمل هكذا، لا هذا خطأ، لا يقبض هذا، هذا ليس كوعا، قلنا أمس أين صاحبنا بالأمس، هذا ليس كوعا، هذا مرفق، وذلك أخذ العلم من الصحف والكتب قد يكون فيه خطأ كثير. الكوع هو هذا، فتقبضه بهذه الصفة، فتقبض بهذه الصفة أو تجعل اليد على اليد. نعم. وجعلهما تحت السرة. نعم، السنة أن تكون اليدان تحت السرة. فيه حديث لكنه لا يثبت مرفوعا، وإنما الثابت عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح احتج به أحمد أنه ذكر أنها تجعل تحت السرة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافه. وأما ما جاء في حديث وائل بن حجر أنه يجعله على صدره فالحديث منكر، قاله أحمد وغيره لا تثبت هذه الزيادة، وإنما الثابت أنه كان يقبضه. وإن صححنا الحديث فالمراد بالصدر أي مطلق المواجهة، فيكون شاملا السرة وما تحتها، لا أنه الصدر الذي يكون فوق البطن، إذ الصدر له معنيان كما تعلمون، كما أن الوجه له معنيان. بل إن العلماء يقولون إن وضع اليد القبض وجعلهما على الصدر مكروه لسببين: أنها ليست هيئة خشوع، هل رأيت رجلا جلس أمام والده ويريد أن يحترمه أو أمام مديره أو أمام قاض فيجعل يديه على صدره؟ لكن ربما لو كان متهيبا لذلك الرجل جعل يديه أسفل بطنه لكن لا يجعلها على صدره. ثم إن اليهود إذا صلوا وصورة صلاتهم واضحة الآن كل يستطيع النظر إليها، يصلون ويجعلون أيديهم على صدورهم، ولذلك نص فقهاؤنا على أن وضع اليدين على الصدر مكروه، وقلت لكم الدليل. نعم. ونظره إلى موضع سجوده. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده إلا في موضع واحد فقط وهو عند التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته لحديث ابن عمر وابن عباس وابن الزبير عفوا. وتفرقته بين قدميه قائمة. نعم، السنة أن يفرق بين قدميه قائما، وحال السجود كذلك وسيأتي.
وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه. نعم، السنة أن يقبض على الركبتين، أما مس الركبتين فقلت لكم إن التحقيق أنها واجبة كما في الغاية. وأما السنة فالقبض، ومعنى القبض أن يفرج أصابعه وتكون كفاه على كلا ركبتيه وألا تكون على الجوانب، وهو الإطباق، إذ الإطباق كان في أول الإسلام ثم نسخ بوضع اليدين على الركبتين. وهذه الصفة نأخذ منها قاعدة أن اليدين في الصلاة السنة أن تكون مضمومة الأصابع إلا في موضع واحد فقط وهو الركوع. ومد ظهره فيه، لحديث ابن عائشة، وجعله رأسه حياله، وجعل رأسه حياله بحيث أنه لا يرفع رأسه ولا يقصر به. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه. نعم، قبل يديه، لحديث وائل وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم يديه ثم جبهته وأنفه. نعم، والقيام عكسه. وتمكين أعضاء السجود من الأرض. نعم، وتقدم. ومباشرتها لمحل السجود أيضا سوى الركبتين. تقدم. فيكره، أي فيكره كشف الركبتين لأنه يخشى منها ظهور العورة من جهة، وللخلاف هل الركبتين من العورة أم لا. ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه. نعم، هذه المجافات سنة للرجال دون النساء. نعم. وتفريقه بين ركبتيه. وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. نعم، بدأ يتكلم عن صفة اليدين والركبتين والقدمين في السجود، فقال السنة أن يفرق بين ركبتيه في حال السجود، وأن يقيم قدميه فيجعلهما منصوبتين، وأن يجعل البطون أصابعهما حال السجود إلى القبلة، وأن تكون مفرقة. ما هي المفرقة؟ ليست الأصابع مفرقة، وإنما المفرقة هي القدمان، فتكون القدمان مفرقتين وليست متلاصقتين، لحديث رواه أبو عبد الله الحاكم المستدرك. وأما ما جاء في الصحيح من عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فقامت فأهوت بيدها على قدميه، فلا يلزم منه أن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم كانتا ملتصقتين، ليس لازما، إذ قد تقع يدها عليهما معا، وقد تكون قد وقعت يدها على إحدى قدميه فعبرت أنها وقعت على الجميع. نعم. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. نعم، هذه التي ذكرناها قبل قليل لحديث ابن عمر أن صفة وضع اليدين في السجود كصفتهما في تكبيرة الانتقال، وشرحتها قبل قليل. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه. نعم، هذه تكلمنا عنها قبل قليل، لأننا قلنا هناك في السجود عكسه عند القيام من السجود. واعتماده على ركبتيه بيديه. نعم، صفة قيامه اعتماده على ركبتيه. بعض العلماء يقول واعتماده على فخذيه، وبعضهم يقول على ركبتيه. المراد أن يكون الاعتماد على آخر الفخذ من جهة الركبتين. صفة ذلك إذا قمت من السجود إلى الركعة الثانية فإنك لا تجعل يديك على الأرض، وإنما تجعل يديك على آخر فخذيك بهذه الصفة، ثم تقوم فتعتمد عليه إن كنت محتاجا للاعتماد. وأما إن كنت شابا نشيطا لا تحتاج إلى اعتماد، فقد تقوم من غير اعتماد على شيء. نعم. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها، وصفة الافتراش ما تقدم، نصب اليمنى والجلوس على اليسرى. والتورك في الثاني. نعم، التورك سنة، لحديث أبي حميد الساعدي، وصفة التورك أن يجعل إليته على الأرض، وأن يجعل ساقه اليسرى تحت ساقه اليمنى. وعندي مسألة في قوله التشهد الثاني، جاء في حديث أبي حميد الساعدي أن التورك يكون في التشهد الثاني. انتبه لهذه المسألة، فقهاؤنا يقولون لا يسمى التشهد تشهدا ثانيا إلا إذا سبقه تشهد أول. وأما إذا كانت الصلاة ثنائية، أو أن المرأة صلى أربعا بسلام واحد كما في بعض السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالسنن قبل الظهر وبعد العشاء، فإنه لا يفترش، لا يتورك في آخر الصلاة، لأنه إنما جلس جلوسا واحدا فليس له، فلا يكون تشهدا ثانيا، فلا يكون أخيرا أو ثانيا إلا وقد سبقه أول من جنسه. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين. نعم، هنا المصنف قال وضع اليدين على الفخذين، بعض الفقهاء يقول وضع اليدين على الركبتين، والمصنف أجاد عندما عبر بالفخذين، لأنهم عندما عبروا بالركبتين فإنما قصدهم بذلك
أي أطراف الفخذين من جهة الركبتين، لا أنك تضم ركبتيك، لا أنك تقبض بيديك ركبتيك. طيب، قال وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين أي ممدودتين غير مقبوضة، وأن تكون مضمومة الأصابع ليست بمفرجة، نعم، بين السجدتين، وكذا في التشهد أي بيده اليسرى، نعم، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر هكذا، نعم، الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى هكذا، فيحلق فيجعله على هيئة الدائرة، نعم، ويشير إشارة بسبابته عند ذكر الله، نعم، فيكون هكذا يشيرا مرتفعة يسيرا لأنها ليست مقبوضة، لأنه قال مقبوضة أصبحت هكذا، وإنما يجعلها غير مقبوضة. فإذا جاء ذكر الله عز وجل وهو اسمه سبحانه وتعالى، وقد عدوها أن أربعة مواضع يذكر فيها اسم الله عز وجل ومنها اللهم، فإنه يشير بها إشارة من غير تحريك، فلا يحركه تحريكا، وهذه الإشارة هي التي تحمل عليها بعض ألفاظ حديث عبد الله بن الزبير حركها، فحركه بمعنى أشار به، وما جاء في حديث عبد الله بن الزبير ولم يحرك أي لم يحرك الحركة الكثيرة، نعم، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، نعم، السنة أن يلتفت يمينا وشمالا في التسليم وليس بواجب، ونيته به الخروج من الصلاة، نعم، النية بالتسليم نية واجبة ونية مسنونة. فأما النية الواجبة فهو أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، والمسنونة أن ينوي بالسلام على الملائكة والحفظة، كما جاء ذلك استحبابه عن عدد من الصحابة أو التابعين رضي الله عن الجميع، فيستحب أن ينوي بالسلام على الحاضرين من الملائكة والحفظة وغيرهم، نعم، ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، نعم، قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، ما معنى ذلك؟ أنه إذا التفت في السلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم جاء إذا جاء لليسرى فيقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله، ويزيد الالتفات. الدليل أنه قد جاء عند ابن ماجه مرفوعا، وقد نقل الترمذي في العلل الكبير عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري تضعيف المرفوع وتصحيح الموقوف، ومثل هذا الخبر وإن كان موقوفا على عمار إلا أن له حكم المرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عن يمينه بان بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن شماله بان بياض خده الأيسر والأيمن، وهذا يدل على أنه بالغ حتى إن بعض من في الصف يرى بياض خده الأيمن فيزيد التفاته حال اليسار، وهذا معنى قوله وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. فصل فيما يكره في الصلاة. كم بقي؟ باقي 35 دقيقة. طيب، ممتاز. فصل فيما يكره في الصلاة. نعم، شرع المصنف بعدما ذكر السنن ناسب أن يذكر المكروهات. نعم. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة. نعم، الفاتحة الاتيان بها واجب والاقتصار عليها مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلزم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية أو في الثنائية، وما لازم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مؤكد. نعم. وتكرارها بمعنى أنه يكره التكرار، لأن القاعدة عندنا أن الواجب لا يكرر، فالتكرار منهي عنه لأنه قد يكون سببا للوسواس كذلك. والتفاته بلا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وتغميض عينين. نعم، تغميض في العينين مكروه لأن فيه تشبها بالأحبار في صلاتهم. وحمل مشغل له، أي شيء يكون مشغلا له كطفل أو مال ونحو ذلك أو ذات صورة ونحو ذلك. وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن افتراش كافتراش السبع. والعبث. أي والعبث في الصلاة. والتخصر. كثرة الحركة ونحوها. والتخصر. نعم، والتخصر هو أن يضع يده على خاصرته بهذه الصفة. والتمطي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة. والتمطي. نعم، التمطي هو أن يكون بطيئا في أفعاله في الصلاة، فيكون كهيئة الكسلان، وهذه ليست هيئة المتعبد الذي مقبل على صلاته. وفتح فمه. وفتح فمه إما بتثاؤب أو بغيره فليكظم، لأنها ليست مناسبة لهيئة المصلي حال خشوعه. ووضعه فيه شيئا. ووضعه فيه شيئا أي يضع شيئا في فيه، إما لبانا وإن لم يأكله وإن لم يكن أكلا، إذ العلك واللبان لا يؤكل فليس بمفطر، فيكره أن يجعل في فمه لبانا، وأما إن كان أكلا
فهو مبطل لصلاة الفريضة. واستقبال الصورة، وأما استقبال الصورة فهو مكروه عندهم وليس بمبطل لأنه مشغل، إلا إذا قصد تعظيم الصورة فهو منهي عنه ولا شك. ووجه آدمي كذلك، استقبال آدمي بوجهه مكروه، وأما بغير وجهه فليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامه عائشة مضطجعة ومتحدث ومتحدث لأنه يذهب خشوعه. ونائم كذلك، لأن النائم قد يشغلك بحركته. ونار، ونار لأنه قد جاء عن بعض السلف وأظنه مجاهد أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال النار لسببين، لأنها مشغلة ولأن فيها تشبها بالمجوس. وظاهر كلام العلماء أن المراد بالنار النار التي أن المراد بالنار النار التي لها لهب، وأما ما لا لهب فيه فإنه ليس مكروه استقباله كالدفايات، فالدفايات هذه ليس مكروه استقباله، وإنما الذي له لهب، لأن الذي يعبده المجوس هو ما له لهب، كما أن الذي يشغل اللهب، من جلس في وقت هدوء ورأى أمامه لهبا فإنه سينشغل ذهنه كما تعلمون، فإنها مشغل النظر للهب والتوهج. وما يلهيه، نعم، وما يلهيه عامة. ومس الحصى، نعم، لأنه نهي عن ذلك ما في حديث أبي ذر. وتسوية التراب بلا عذر، وتسوية التراب كذلك أيضا لحديث أبي ذر، فإنه لا يسويه إلا لعذر كأن يكون مؤذيا لسجوده فيمسح مسحة واحدة. وتروح بمروحة، التروح بالمروحة إذا كان من غير حاجة الحر فإنه مكروه لأنها حركة لا حاجة إليها. وأما عندنا التروح بالمروحة وعندنا التروح بالرجل، التروح بالرجل مستحب في صلاة قيام الليل. ما هو التروح بالرجل؟ تعتمد مرة على الرجل اليمين مع كون الرجل اليسرى على الأرض، ومرة تعتمد على الرجل اليسرى مع كون الرجل اليمنى على الأرض، وهذه سنة وخاصة في قيام الليل. والسنة الماضية هنا في مسجد رسول الله جاء سؤال عن التروح، يمكن يذكر بعض الأخوان، وبعد السؤال جاء شخص قال نفست عنا، أو لا في رمضان أظن السنة هذه، قال نفست عنا، يقول كنت أتحرج من التروح. التروح ثبت عن عدد من الصحابة فعله، وذاك قال علماؤنا إنه سنة وخاصة عند طول القيام. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة، قال لأنه في صلاة من باب أولى في أثنائها. ومس لحيته، نعم، ومس لحيته لأنه عبث. وكف ثوبه، نعم، كف الثوب يشمل أمرين، إذ جاء الحديث بكف الثوب وكفته، فقيل إن المراد بكف الثوب هو تشميره بهذه الهيئة، وهو مكروه لسببين، إما لأنه حركة في الصلاة لا حاجة لها، وإما لكونه غير مناسب لهيئة المصلي، فليست هيئة خشوع هذه الصفة ولذلك كره. وأما كفت الثوب ويحمل عليه كفه فإنه جمع ثياب المرء إذا أراد السجود، فيجمع ثوبه بين رجليه أو بين فخذيه، وهذا مكروه، لأن السنة أن المرء إذا أراد أن يسجد يسجد بشعره فلا يكف شعره، ويسجد بثوبه فيقع جميعا على الأرض، إلا لعذر، فإن الذي يصلي بعباءة إذا لم يكف العباءة ولو يسيرا فإنه ربما سقط عند القيام، فيبد أن يكفه ويجمعها عليه ويعرفها من يلبس العباءة. نعم. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، نعم، لأنها حركة كثيرة وسيأتي. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، نعم، وضع شيء يسجد عليه، قالوا إن كان لعموم جسده كالسجادة مباح ولكنه خلاف الأولى، وإن خص جبهته فهو مكروه. وأن يمسح فيها، وأما إن اعتقد كما يفعل بعض أهل البدع فإنه يكون محرما لأنها بدعة. وأن يمسح فيها أثر السجود، نعم، لأن السنة أن المرء إذا قام من سجوده وقد بقي في جبهته أثر السجود من تراب وحصى فلا يمسحها في أثناء الصلاة، وأما بعد الصلاة فقد انفتل منها فإنه يمسحها لسببين، لأنها حركة ولأنها أثر العبادة والله يحب أثر العبادة. وأن يستند بلا حاجة، نعم، لأن الاستناد بلا حاجة مكروه وليس محرما، ومثله الاعتماد على عصا. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت، وهذه ذكرتها في صفة القيام. وحمده إذا عطس، نعم، أنه إذا عطس فإنه يكره له أن يحمد الله عز وجل بصوت مرتفع، أو وجد ما يسره كذلك، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، فكل هذا يكره فعله في الصلاة. فصل فيما يبطل الصلاة، نعم، بدأ المصنف في ذكر مبطلات الصلاة فقال
يبطلها ما أبطل الطهارة. وقد تقدم في نواقض الوضوء وموجبات الغسل. وكشف العورة عمدا. نعم، لأن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة، وتقدم أنها شرط، وفوات الشرط مبطل للصلاة. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا. أو لا يعني أو بأن كانت انكشفت من غير ستر وكان الانكشاف يسيرا. وقد ذكرت قاعدتها بالأمس أن العلماء يقولون يعفى عن يسير العورة وإن طال الزمن، ويعفى عن انكشاف يسير كثير العورة في الزمن القليل، وأما إن انكشف كثير العورة في الزمن الكثير بطلت. وكذا إن انكشف مغلظ العورة وهو السوأتان في زمن كثير فإنها باطلة مطلقة، لأن يسير المغلظة كالكثير من غيرها. وكان المكشوف لا يفحش في النظر. نعم، هذا اللي هو الكثير في المقدار. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. نعم، انتظر معي. واتصال النجاسة به تعدل شيخ. مر معنا أن من شرط الصلاة استقبال القبلة. يقول ابن رجب: أجمع العلماء على أن مسامتة عين القبلة ليس بواجب، وإنما الواجب الاتجاه للجهة إلا لمن رأى الكعبة، وكان من الله عز وجل عليه بأمرين: سكن بيت الله الحرام والصلاة فيه، لأن بعض الناس يمن عليه بسكن بيت الله الحرام وهي مكة ويحرم الصلاة فيه كثيرا، لكن من الله عليه بالثنتين فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. طيب، وإنما تجب الجهة لما روينا، وهذا الحديث وإن كان في إسناده ما قال إلا أن العمل عليه باتفاق أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي الجنوب باعتبار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن من اتجه جهة الجنوب فإنه يكون مستقبل القبلة ولو انحرف يمينا أو شمالا، ما لم يصدق عليه أنه اتجه مشرقا أو مغربا. نعم. واتصال النجاسة به أي بالمصلي إن لم يزلها في الحال تقدم. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. نعم، والضابط فيه أن الناظر إليه يقول ليس في صلاة. والاستناد قويا لغير عذر وتقدم ذلك، أي الاستناد إلى جدار. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. نعم، انظروا هذه المسألة مهمة. ثبت من حيث المغيرة وكذلك عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول ثم سجد له. العلماء يقولون، انظروا معي، ستأتينا إن شاء الله بعد قليل في سجود السهو، من قام عن التشهد الأول فله ثلاث حالات: إذا تذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع. الحالة الثانية: إذا تذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في ركن مقصود للركعة التي بعده وهي قراءة الفاتحة فإنه يكره له الرجوع. الحالة الثالثة: أن يشرع في قراءة الفاتحة وهي أول ركن مقصود للركعة التي بعده فيحرم عليه الرجوع، فإن رجع بطلت صلاته. انظر ماذا يقول المصنف: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد، أي الذي نسيه بعد الشروع في القراءة، وأما قبل الشروع فيكره، وأما قبل الاستتمام قائما فيجب الرجوع وجوبا. وقوله عالما ذاكرا يدلنا على أنه يعذر بالجهل وبالنسيان، لأن هذا حكم لا يعرفه إلا خاصة طلبة العلم، وأنتم الآن كلكم تعرفونه لأنه ورد فيه الحديث ذكرت لكم. نعم. وتعمد زيادة ركن فعلي. نعم، لأنه زيادة في الصلاة فيكون مبطلا لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض. نعم، لأنه يجب الموالاة فيها. وتعمد السلام قبل إتمامها. نعم، لا أيضا لا يجوز لأنه ترك ركنا. وتعمد إحالة المعنى في القراءة. نعم، انظر معي، القراءة من أخطأ فيها فإن خطأه ينقسم إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. ماشي معي؟ وهذا التقسيم عند أهل الفقه يختلف عنه عند أهل التجويد والأداء. فعند أهل التجويد أن اللحن الجلي هو الذي يعرفه كل من علم القراءة، ومنه ترك المدود وغيرها، واللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا المتقن منهم. بينما عند الفقهاء اللحن الجلي هو إما أن يكون فيه زيادة أو نقص أو إحالة لمعنى،
وأما اللحن الخفي فهو الذي فقد هذه الثلاث ولو غير حركة. فعندهم أن من قال الحمد لله رب العالمين خفي، وعند علماء الأداء جلي، ومن قال إياك نعبد فهو جلي عند الفقهاء وعند غيرهم لأنه غير المعنى. واضح؟ طيب، الفاتحة اللحن الجلي الذي يغير المعنى يبطل الصلاة عمدا ومن غير عمد إلا للعاجز، وغير الفاتحة لا يبطل اللحن الجلي الصلاة إلا إذا تعمده، لأن قراءة غير الفاتحة ليست بواجبة، لكن إن تعمده فقد حرف كلام الله عز وجل فتبطل صلاته. نعم. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. السترة المراد بها سترة اللبس، لا السترة التي تكون أمام المصلي. وقوله بعيدة يعني يلزمه الوصول، يقدر الوصول إليها. وبفسخ النية. فسخ النية وهو إبطالها. وبالتردد في الفسخ، لأن التردد كمن لا نية له والأصل عدم النية. وبالعزم عليه، لأن العزم ملحق بالنية. نعم. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. نعم، لأن هذا الشك يرجع فيه لليقين، واليقين اللانية. وبالدعاء بملاذ الدنيا وذكرته لكم. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد أو بالقهقهة. نعم، في الدعاء فلا يخاطب غير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله السلام عليك أيها النبي، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله السلام عليك أيها النبي لاستحضار ما في الذهن، كما في قوله كما يقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انقضي بصبح وما الإصباح ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك. نعم. وبالقهقهة لأنها ملحقة بالكلام، لأنه يظهر فيها حروف. وبالكلام ولو نعم. سهوا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وبتقدم المأموم على إمامه. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تقدموا عليه. وببطلان صلاة إمامه. ويشمل التقدم أمرين، تقدم الأفعال وتقدم الهيئة. فتقدم الأفعال أن يتقدم بفعل ركن فيسابقه فيه، وتقدم الهيئة أن يتقدم عليه في الموضع. وببطلان صلاة إمامه، لأن عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى أن بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة المأموم، والقاعدة الثانية أن بطلان الإمامة بطلان لصلاة المأموم. وبطلان الإمامة كأن ينوي الإمام الانفصال وقلب النية إلى إلى منفرد فتبطل صلاة المأموم. وبسلامه بطلان صلاة الإمام مثال مثل ماذا؟ مثل أن يتذكر الإمام أن عليه حدثا سابقا، أو أن يحدث ولا ينفتل من صلاته ويستخلف فصلاته باطلة. وبسلامه عمدا قبل إمامه، وهذه من باب المسابقة. والعلماء يقولون من سابق إمامه فله ثلاث حالات: إن سابقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن سابقه في التسليم بطلت صلاته، وإن سابقه في غيره من الأركان حرم، ولزمه الرجوع للركن الذي كان فيه معه، وأن يتابع الإمام بعد ذلك ما لم يأتي للركعة التي بعدها. أو سهوا نعم، ولم يعده بعده، ذكرناها قبل قليل. وبالأكل وبالشرب، نعم، لأنها تخالف هيئة الصلاة. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، فإنه معفو عنه لحديث عبد الله بن الزبير أنه كان يأكل في النافلة في صلاة التراويح في مكة. نعم. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مطر، نعم، لأنه لا يسمى أكلا عادة. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، نعم، يقول إن يقول مصنف إن الشخص إذا تنحنح في صلاته من غير حاجة فظهر منه حرفان، إذ أقل الكلام حرفان بطلت صلاته. فبعض الناس وهو في الصلاة يقول من غير حاجة فإن صلاته تكون باطلة. ولذلك إذا رأيت إماما يكثر من التنحنح من غير حاجة فهذا من قلة فقه. أو انتحب لا خشية، انتحب أي بلا خشية. أو نفخ فبان حرفان، قول فبان حرفان يعود للتنحنح والانتحاب والنفخ. النفخ مثل أن يقول أف، مثل جاءه اللاقط فأراد أن يجرب فقال أف أف، هذا بان حرفان بطلت صلاته. أو جاء أمامه ذباب، والباعوض يسمى ذبابا إذ كل ما ذب عن الوجه سمي ذبابا، وعند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار إلا النحل. فلو جاءه ذباب ولم يرد أن يهفه عن وجهه بيديه فقال أف بطلت صلاته، لأنه كلام أقل كلم العرب حرفا كعي وفي وقي ونحوه. لا إن نام فتكلم، نعم، لأنه النوم الذي لا يبطل الصلاة، وأما إن كان نوما يبطل الصلاة كالساجد بطلت. أو سبق على لسانه حال قراءته، نعم، أو غلبه سعال
أو عطاس أو تثاوب أو تثاوب أو بكاء، لأنه ليس بإرادته. والله عز وجل يقول ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نقف عند هذا الموضوع ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة بما تيسر إلى أذان العشاء، ثم نقف إن شاء الله عز وجل. هذا أخونا يقول: هل التسليمتان في سجود السهو ركن كما هي في الفرائض؟ نعم، التسليم من السجدتين السهو ركن، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده. قال: ما حكم من سلم تسليمة واحدة في سجود السهو جاهلا؟ نقول: ما دام جاهلا لا شيء عليه، لأنه ربما يخفى والمسألة فيها خلاف. من نام عن الوتر وأراد أن يقضي، هل له أن يجمع بين صلاتي الضحى وصلاة الوتر في صلاة واحدة؟ نقول: الصحيح من قولي أهل العلم أن من فاته صلاة الوتر فإنه يكون متداخلا مع الضحى، يكون متداخلا مع الضحى. ما الدليل على ذلك؟ أنه قد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الضحى قال: يجزئانه، أي عن ترك صلاة الوتر أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن الأصل أن صلاة الضحى إنما تكون لمن لم يصل الوتر، ولذلك أخذ منها الفقهاء أن من فاته صلاة الوتر فإن صلاته الضحى مجزئة، وقد ورد النص بذلك عند أحمد، وذكرت لكم معنى الحديث. يقول: لماذا بعض الفقهاء يستدلون بالحديث الضعيف وقد يبنون عليه بعض الأحكام والمسائل، وهل يؤخذ بالحديث الضعيف؟ إن عقد الإجماع على أن بعض صور الحديث الضعيف يعمل به، ممن حكى الإجماع على ذلك الشيخ تقي الدين في 4 مواضع في الحديث المرسل أن الإجماع منعقد على العمل به، والعلائي في جامع التحصيل قال: لم يخالف في العمل بالحديث المرسل إلا بعض أهل الحديث، ولكن اختلفوا في الشروط التي تكون مقيدة. ومن أحسن من تكلم عن هذه الشروط 2، الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الهادي في رسالة له مفردة تلميذ الشيخ، والثاني أبو الفرج عبد زين الدين عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي، فقد ذكروا كلام أهل العلم في الاستدلال بالحديث المرسل وقيوده، وكلام أحمد والشافعي، وأول من تكلم الشافعي في هذه المسألة يعني مفردا، وإلا العمل مشهور عند أهل العلم. إذن فالحديث المرسل أو بعض صوره يعمل بها، ولأهل العلم في ذلك كلام طويل جدا، لكن ذكرت لكم صورة، ولكن ما هي قيوده ومتى يعمل به يحتاج إلى تفصيل، وأظن أني تكلمت عنه في بعض الدروس الأصول أكثر من نصف ساعة. يقول: عدم إطالة القيام بعد الرفع من الركوع قيل إنها من علامات صلاة الفقيه. نعم، هكذا ذكره بعض الشافعية وغيرهم. فماذا عن صلاة أنس عندما قال الراوي: فكان بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين يطيل حتى يقول الناس حتى يقول القائل قد نسي. على قول الجمهور أن هذه الإطالة إطالة نسبية. كيف؟ الوارد هو ما ورد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قف. فإذا أتيت بها جميعا فكأنك أطلت القيام إلى منتهى، فكأنهم قالوا قد نسي، لأننا اعتدنا على قصره الشديد. هذا كلام الجمهور. الرواية الثانية انتصرها الشيخ تقي الدين في رسالة مفردة له، استدل بهذا أن القيام من الركوع استحب إطالته بشرط إطالة الركوع والسجود، وأما إطالته وحده من غير إطالة الركوع والسجود فهو غير مشروع خلاف السنة باتفاق. ما معنى المئنة في قاعدة المظنة تنزل منزلة المئنة؟ معنى المئنة يعني الحقيقة المتيقنة. يقول: من بقي له إلا فعل ركعتي الفجر فهل يصلي الراتبة ثم الفريضة؟ خلنا أخذ الباقي نرجع لها. يقول: هل في هناك فشكه؟ نعم. يقول: إن من الناس من يشكك في دخول وقت أذان الفجر من ناحية التقويم، لأن من هناك من يقول إنه متقدم إلى ربع ساعة ولذلك فإنه يتأخر وهكذا. انظر معي، القاعدة عند أهل العلم أن دخول الوقت يعرف ب4 دلائل، وهذه الدلائل الأربع مرتبة، بمعنى إذا وجدت الدلالة الأولى فلا تلتفت لما بعدها، وإذا لم تجد الأولى فانظر في الثانية ولا تلتفت لما بعدها، وإذا تعارضت عندك الأولى والثانية أو الأولى والثالثة أو الأولى والرابعة فقدم الأولى على ما بعدها وكذلك الثانية على ما بعدها. ما هي الأربع؟ أولها الرؤية،
فإذا رأى المرء علامات دخول الوقت التي ذكرها المصنف قبل قليل فتعمل بما رأيت: طلوع الفجر، غروب الشمس، قيام قائم الظهيرة، ظل كل شيء مثله أو مثله، أو اصفرار الشمس على الرواية الأخرى. الأمر الثاني، الدرجة الثانية، إخبار الثقة. وقلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإخبار الثقة درجة ثانية. الثالث، قالوا الحساب، والحساب في قول أكثر أهل العلم حكي إجماعا مقبول في مواقيت الصلاة، لأن مواقيت الصلاة متعلقة بحساب الشمس، وحساب الشمس دقيق. أما دخول الأهلة فإنه متعلق برؤية القمر لا بولادة القمر، وولادة القمر مختلف فيه، فرؤيته مختلف في مقدارها من حيث اعتبار الدرجات، ولذلك لا يقبل الحساب في قول أكثر أهل العلم. وهذا الفرق بين حساب الشمس وحساب القمر. إذن حكي إجماع أن حساب الشمس كالمواقيت الصلوات الخمس معتبرة. الرابع، الإخبار عن حساب الشمس، مثل التقاويم هذه إخبار. المؤذن الذي يؤذن هو ينظر في الرزنامة ثم يؤذن بناء عليه، وبناء على ذلك فلو رأيت الشمس بازغة وسمعت المؤذن يؤذن، أو الساعة عندك قد آذنتك بدخول الأذان، فهل يجوز لك أن تصلي المغرب أو تفطر؟ لا يجوز، لتعارض الدرجة الأولى مع الثالثة. وهكذا نأتي لمواقيت الصلاة. أغلب الناس إن لم يكن كلهم في كثير من الأمصار، كلهم في الأمصار ليس في كلهم في البلدان، لا يرون ميقات الفجر لأن الأنوار موجودة. إذن الأول معدوم في حقك، الثاني كذلك معدوم. أتحدى أحدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في أطرافها أو في وسطها أن يرى طلوع الفجر، الأنوار في كل مكان. الثالث ما هو؟ الحساب. والرابع الإخبار عن الحساب. المتعارض عند من قال من هؤلاء الأفاضل وغيرهم تعارض في الحساب، تعارض حساب زيد مع حساب عمرو، أليس كذلك؟ حساب أم القرى مع حساب الرابطة مثلا، ما أدري ما هي الحسابات لكن أقول لك مثالين، حساب فلان مع حساب فلان. فأنا تعارض عندي حسابان ولا توجد عندي درجة أقوى أقدمها، فيكون الترجيح بين الاثنين إيش؟ من درجة واحدة. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا استوى عند الشخص جهتان فإنه يرجح بالثقة والقوة، كما لو اختلف عنده اثنان في تحديد القبلة فيختار أوثقهما عنده، وإذا اختلف عنده مفتيان اختار أوثقهما عنده. ونحن نقول إن الأوثق هو التقويم المعتمد عندنا، فقد أخرج شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ثلاثة لجان من مشايخ ثقات فتأكدوا من صحته، وما زال المشايخ يحسبونه ويتأكدون من صحته. ولذلك وجود العدد الكثير والعلماء عليه بل وتقرير ولي الأمر له يقوي الاعتماد عليه. وأما قول غير فهو اجتهاد ضعيف مع احتمال خطئه الكبير. فقد ذكر المقبلي صاحب العلم الشامخ في كتاب له اسمه الأبحاث السديدة أنه في مكة في القرن الحادي عشر الهجري دخلها قال: فاختصمت مع رجل من أهل مالي من أفريقيا في دخول طلوع الفجر، أطلع أم لم يطلع؟ مع ما عندهم لمبات. فكثير من الناس لا يعرف متى يكون طلوع الفجر، ولذلك بعض الناس يظن أن طلوع الفجر أن ينظر له جالسا، وبعضهم يقول أن تنظر له قائما، والصواب أن لا يعرف طلوع الفجر إلا لمن كان جالسا لا القائم. وكذلك أشياء أخرى يعرفها الناس وخاصة من كان عائشا في البادية، لأنه في البادية هم الناس وخاصة كبار السن يعرف العلامات. أنا قصدي من هذا كله ما هو؟ لا تنظر لتلاعب الشيطان، وأغلب الأحكام مبنية على الظن، وبناء عليه فإذا أذن مؤذن الفجر فقد دخل الوقت فأمسك بالصيام ويجوز لك أن تصلي، وإن كان الأولى لك أن تصلي السنة الراتبة وهي سنة الفجر ثم بعد ذلك تصلي بعدها. وأما هذا التأخير الذي فعله بعض الناس فهو يعني يفسد على الناس عباداتهم. هل الأذان في الحرمين على السنة؟ لا شك أنه على السنة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه.
يقول لما عبر المصنف في شروط الأذان بقوله ذكرا ولم يقل رجلا، فهل يصح من غير البالغ؟ نعم، الأذان عندهم يصح من غير البالغ وهو المميز، وهذه يعني أشار لها الشراح. هل الركبة والسرة خارج الصلاة عورة ويجب سترهما؟ لا، ليس من العورة، بل يجوز كشفهما. ويحمل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في مدليا رجليه في بئر وقد حثر عن فخذيه، نقول إن الفخذ عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، لكن نحمل هذا الحديث على أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون المراد بالحسر عن الفخذين أي طرف الفخذين وهما الركبتان، وهذا معنى ذكره بعض الشراح. والمعنى الثاني أننا نقول إن العورة خارج الصلاة نوعان، عورة مغلظة وعورة عادية. فالعورة العادية لا يجوز كشفها إلا لحاجة، والعورة المغلظة لا يجوز كشفها إلا لضرورة. فالفرق بين العادية والمغلظة أن المغلظة هي السوأتان للرجل، والعادية إلى الركبتين، فما دون الركبتين إلى العور إلى 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 السوأتين هذه عورة عادية يجوز كشفها عند الحاجة. ومثال الحاجة من كان في بحر فاحتاج إلى جعل إزاره كالتبان فيرفع إزاره فيكون تبانا ليدخل البحر لصيد ونحوه، يجوز لأجل الحاجة. ومثال الحاجة حال الآبار السابقة لما كانت القلبان مياهها قريبة، فمن دل رجليه وصلت رجلاه إلى الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو ترك إزاره لربما أصابه الماء فتأذى به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إزاره لكي لا يتبلل، وهذه حاجة. وبذلك نجمع بين الحديثين ولا نفرق بينهما. يعني كل المشايخ فيهم خير وبركة، واستفد يعني دائما. هذا أحد الأخوان يقول كيف الاستفادة من دروس المشايخ؟ الاستفادة من دروس المشايخ بأمور: الأمر الأول أن تلزم شيخا حتى تنقضي منه ثم تنتقل لغيره، لأن الدراسة في الفن الواحد على أكثر من طريقة تبلبل الذهن، وهذا الذي كان يوصينا به المشايخ. إياك أن تستنقص شيخا، فإنك إذا استنقصت شخصا فإنك ستحرم العلم، وفي نفس الوقت لا تعظم أحدا، فكلا طرفي الغلو ذميم، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تحتاج إلى درس مستقل. يقول ما حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نقول إن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية منهي عنه إلا في السكتات، فإنه مشروع وليس بواجب. الدليل أمران: الأمر الأول ربما يأتينا إن شاء الله بعد الصلاة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث جابر وهو أسناده رجاله ثقات وإن كان فيه إرسالا، أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والدليل الثاني قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أحمد أجمعوا على أنه في الصلاة. وقد ألف الشيخ تقي الدين رسالة طويلة جدا في أن قراءة المأموم خلف الإمام ليست بواجبة، وإنما هي دائرة بين السنية والإباحة في الصلاة السرية وفي السكتات فقط، وأما حال الجهر فلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد الصلاة أكبر.